ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، ضيف جديد، عمر كاتو، محتوى المفضل الفيديو رياكت. عامل ايه فيرجو؟ الحمد لله كله لست عمر من محاربين الماسونيه، بس بحقد على الناس اللي في الماسونيه. يعني انا نفسي ابقى اصلا مع الماسونيه. نفسك مندوب يجي لك معاد دفتر اي حد يكلمني. انت عندك كام سبسكرايب على قناتك؟ 14000 تقريبا، حاجه كده. لا لسه هم بيجوا. بص، بعد ال 500000 ماشي، بس هو المفروض انت تتوسط لي بقى. بص، انا مش ماضي مع الماسونيه، ماضي مع بلبن ولا ايه؟ هو انا بصراحه لو هيخيروني بين الماسونيه وبلبن، انا اختار بلبن وكرم الشاذ. كرم الشام الشام. اصل دول حاسس ان هم الجماعه السريه بتاعه المستقبل. يعني انا بحس كده فيهم كل صفات الجماعه السريه الناجحه. براند بلبن اول ما فتح ب 15 فرع. ما انت اليوم بيتغلغلوا في وسطنا وبيطلعوا مثلا مصطلحات انت ما تعرفهاش. زي ايه؟ اشطوزه مثلا. اشطوطه دي كلمه عاديه. يعني انا لو مراتي قالت لي انا عايزه اشطوزه، طلاق. كنا بنجيب رز بلبن باللوتس عادي، بس في بنت دخلت والله قالت له انا عايزه اشطوزه، فخطيبها واقف والله العظيم واقف زي البقف. هو بس قبل حاجه، انت عامل لايك وسبسكرايب. اللي مش هيكتب اشطوزه في الكومنت هنغرقه في البستاشيو. في مطعم عامل قلبان وعامل اختراع جديد. ايه الاختراع الجديد؟ حواوشي. غير حواوشي بيخبزوا العيش عندهم وبيعملوا صوصات لنفسهم. النهارده هنطلع قصه. دول ثلاثه شباب، واحد طيار، واحد بيعوق ابوه وامه، وواحد جو بايدن. وجو كل واحد فيهم يعني هو بيقل من نفسه ان هو اصلا عمل عربيه برجر وساب كل شغله، وبيعملوا الصوصات بنفسهم وبيخبزوا العيش بنفسهم، وسندوتش 15 جنيه، واللحمه كمان من عندهم. يعني لحمه صاحب بيقطع من اللحم وبيديه طباخ في البيت الابيض مثلا. وقت الكورونا رموه في الشارع، واعمل عربيه برجر. فانا دايما بقول لك ايه، البستاشيو ده اللي هو الفستق يا جدعان، غرقوا في صوص البستاشيو. الاكل في حته تانية. انا دلوقتي في المهندسين وعايز اروح الزمالك، هغرق نفسي صوص بستاشيو. هتروح في حته تانية خالص. تعال ناخد نظره عن بلبن الاول. ده طبق كشري عادي. ده احنا عارفينه بقى. ايه يا طارق اللي مش عارفينه؟ هتحط عليه بستاشيو؟ تعالى بقى نروح نجرب طبق الكشري الحلو. فاحنا النهارده في الكوربة عشان نجرب الكشري الحلو من بلبن. الراجل تاه في الزحمه مش عارف يجيب بلبن. اعضاء الماسونيه كلهم مفيش مش ده. وايه حوار الكشري الحلو ده بقى؟ من الاخر هم غيروا كل حاجه في الكشري لحاجات قريبه منها بس حلو. يعني الرز مثلا بقى رز بلبن، والمكرونه بقت كنافه، والصلصه بقت كريمه. يحط لك بقى اي حشوه كده من جوه من اللي انت عايزه، ويقفل لك في الاخر بالورد الحلو اللي هو الجلاش، وعليهم بقى من فوق. هو ايه العك كده؟ مش فاكر العك. انا متاكد ان الطريقه اللي اتعمل بيها البتاع ده، عارف لما حد الكشري معدل خلاص في واحد بيجي يمسح السفنجه اهو. هو لم كل حاجه كانت باقيه في اليوم، رز بلبن على كنافه مع مقشره. صاحب المكان ده كان معدي فاهم، راح ايه، راح مدخل صباعه الاثنين دول. كشري حلو. انت كرييتور يا ابني. لا ده تحديدا هو، بص في بواقي، انت لو ملاحظ ده الكسور اللي هي بتبقى من الكنافه، نفس الصوص اللي انت حشيت بيه الكشري. بصوا هي افتكاسه يعني الدقه والشطه وكده، ده بدلها يعني هتحط بستاشيو وشوكولاته واللوتس. فتعالوا نجرب ونشوف هل هي حلوه ولا لا. كشري مانجا. بص معلش، هو كلامه مش هيعجبه قوي. اول واحد دايما هو مش احسن حاجه، مش هيقول واحد. المانجا مش ظابطه معايا. اللوتس بقى في حته تانية. دي الجلاش نفسه طعمه حلو قوي، مع الكنافه نفسها، مع الرز بلبن، مع الكريمه، مع سرطان البروستاتا. كله لوتس. هي برضه نفس الحاجات بس بدل المانجا لوتس. انت شكلك بتحب اللوتس. انا بعشق اللوتس. انا واخد بالي من الزباله. الزباله كلها لوتس. ده اختراع جديد في اللبن. ممكن ناخد الزباله كلها ونعمل الزبوله. عاجبني فيها بسكوت اللوتس مع الكنافه نفسها مع صوص اللوتس اللي فوق ده. هي تبان انها تقيله بس هي لا مش تقيله، هي مظبوطه. لا دي عجباني. في تصلب شرايين. اول ما خلص هو بيقول لك مش تقيله. خلاص هو جزع. وبعدين هو قطع قبل ما يبلعها. ايوه هو خلص وراح. هو بيبقى مجبر. انت ده ضمن اختبارات الماسونيه ان انت تخلص 10 اطباق من دي. نوتيلا او اوريو، يعني هو المفروض الاثنين نفس الشكل بالظبط من بره، فيعني هندوق ونشوف بقى. دي النوتيلا غالبا. الميكس بتاع الحاجات كله عاجبني مع بعضه، بس انا فضلت اللوتس والمانجا اكتر من اللوتس. بالظبط ده لما يقول مش عاجبني. بالظبط انا مش احسن حاجه بالنسبه لي، انا فضلت. انت ممكن تفضل الشوكليت عن اللوتس. هو بقى بيلعبوا على اللعبه دي. النوتيلا طعمها حلو، بس انا بالنسبه لي فضلت اللوتس والمانجا اكتر يعني. النوتيلا الوحشه بقى هو بياكلها. دي الماسونيه هنعمل ايه؟ انا جزعت. والله العظيم انا بدات فعلا اتعب. جبت برضه ايس كريم من هناك اجربه معاها يمكن يطب. دي بقى القلوطه. انا الصراحه بقى متحمس بيها بالايس كريم اكتر من العادي. مش عارف مش هو مش فاهم. خلاص هو انا خلاص جزع. انا واكل بستاشيو ولوتس وبوريو وبوريو ونوتيلا. ايه ده السكري خلاص بان على وشه خلاص. اخر حاجه. لا انا صوص البستاشيو بشوفه بهتجنن. لا هي حلوه بالنسبه لي احلى من الرياكشن. وشه ملوش علاقه باللي هو بيقوله. يعني انت حقيقتك باينه. انا لو هرتبهم كده يبقى
مانجا لوتس بيستاشيو نوتيلا واخر حاجه الاوريو. انا الصراحه ما اظن ما ودكش في حته تانية غريب مع ان الراجل قايل لي مش فيدرو فيور كده. انا صاحب بلبن قايل لي البيستاشيو بيوديني في حته تانية. لو راجل عايز يخلص من مراته يجيب جرده البيستاشيو. معاملتي مع بلبن ماشي بسيستم ان هو بيأخر الاوردرات على الناس عشان يعمل زحمه. العيال بيبقوا اللي شغالين جوه تلاقيهم بيتعاملوا ببطء رهيب. يعني هو بيمسك الحاجه ويقعد يتكلم مع حد, بعدين هو تلاقيه بيكلمك بطريقه دونيه فشخ. يعني انا شايفك اقل من اي حد شغال في بلبن. رحت والله مره لقيته قاعد لكن اللي ورا كده قلت له انا عايز اعمل اوردر. قال لا والله مش شغال. قال لي بتاع بيكهربني. الايه والله العظيم اللي هو بتاع الكاشير ده بيكهرب. بس هو لا بيعاملك كده واللي هو مش بيديك مبرر. بتاع بيكهرب يا عم, هات خشب او اعمله بيه. يا محمود قول يا حبيبي انت اخر مره عزمتني امتى؟ كوميديا السكتشات الموقف عزمتك اصلا. يبقى تعزمني دلوقتي, معيش فلوس. عزمني على علبه كشري يعني, حاجه بسيطه خلاص ماشي مقدور عليها. دلوقتي فاكر ان هو رايح يعزم على كشري عادي, هيطلع كشري مش عادي. احنا اللي جابنا هنا. يعني وانا عامه الواد اللي على اليمين حاسس ان هو مضطر. ما احنا هناكل كشري بلبن. ايه كشري بلبن؟ تعالى بس اختار لك حاجه. يا جدع بلاش احراج. بقول لك لو سمحت عايز علبه كشري لوت. فكره تريكس ممكن تعملوها ان انت لو عايز تقف بلبن في الصف الاول امسك كاميرا وصور اكنك بتعمل ريفيو. هتلاقيه بيعاملك معامله زي البني ادمين بالظبط, زيك زي البني ادم. استاذ بيستاشيو. وايه بيستاشيو ده بيودي في حته ثانيه. وانت بتحب المانجا وعايز علبه كشري مانجا. يعني بص الراجل اللي واقف ورا كشري مانجا. هو الكشري ده فيه تقليه؟ انا مش عارف ايه اللي خلص. خلاص انا مش عارف اكمل. في جلاش. هو ايه الاخضر ده بيستاشيو؟ ايه البيستاشيو ده يا اسطى؟ افهات كبير. ايه ايه الفستوك ده؟ ايه التويتر؟ بيستاشيو يا حبيبي يعني فستق. بيستاشيو يعني ده صوص يا اسطى؟ ايه ده كده؟ خلاص شخد بقى اطلع يا اسطى. لا 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 سيبني. علبه كشري من بلبن تحت بدل الرز هتلاقي رز بلبن, في شويه كنافه مكان المكرونه, بعد كده هنحط فوقهم بدل الصلصه كريمه. هما بيوزعوا السكريبت على الناس نفس اللي قالوا اللي فات. يا ابني هو غالبا ما هو اشتغل دي صفحه بقى كنافه ومسبوسه اللي هو الاونر بتاع بلبن برضو عنده. ده هو غاوي يجيب لنا السكر. في اختراع اسمه المليار الذهبي جاي من بلبن وكنافه وبسبوسه. هم هيجيبوا السكري لكل الناس. بس احلى حاجه لما يعملوها بسرعه ان هم هيقضوا على الانفلونسرز كلهم. بسبوس اوريو جمبور مانجا. الواد اللي هو اللي بيخترع الحاجات ديت فيها ايحاء كده. اي اسم؟ ايوه كسكسي سخن غرقان لبن ومكسرات. بص زاويه التصوير عايز اتحرق. انا حرق كسكسي سخن غرقان لبن ومكسرات وسمنه بلدي. ايه اموت انا فيه. تقول لك كل ما بفوز الحقها بالبسبوس. شايف السعاده اللي في وشه؟ انا رايح اكل بسبوس. الكلام ده مش من عندي ولا انا اللي مالفه. لا ده وانا بقلب في صفحه الكنافه وبسبوسه لقيت ده الشعار الجديد بتاع بسبوس السعاده الاختراع الجديد اللي هم منزلينه. هو ايه حوار الاختراعات اللي بيعملوها دي؟ اختراعات ما بيحط اي حاجه على اي حاجه بتبقى بتوديها في حته ثانيه. والمشكله ان هو يطلع المستشفى بعد كل ده. ما حدش هياكل الاكل ده ويعيش يعدي يومه عادي. انا لما باكل مانجا مع بسبوس انا بخش الحمام اقعد نص ساعه. امال ايه ده؟ لا هو بياخد ده وكل الاطعمه. انا حاسس ان في مستشفى الناس اللي بيعملوا اعلانات للاشطوزه والبسبوس ليهم مقر. خد اللي جاي ده ياخد بيستاشيو بسرعه. انعاش في واحد واكل بسبوس هنا. كانوا عاملين بسبوس بفليفر واحد لما رحت لقيتهم عاملين بسابيس كتير. الواحد يخلص من الكشري والاشطوزه يطلع له البسبوس. انا رحت اجربه على الروتين اليومي عادي. انا كل يوم اصحى من النوم عايز اكل اشطوزه وبسبوس. يعني تيجي نضرب كشري تضرب بسبوس حاجه صغيره مش عايز اتبقل والله. عشان الاسم بس, عشان انا اموت في اثاره الجدل. انا هموت واعرف مين اللي بيسمي الاسماء دي. هو حد فوق ال 40 سنه هو اللي بيسمي الكلام ده. هي دي كوميديا اربعينيه يعني. هشام عباس فاهم بيه. فوز السعاده اول طبقه من الكنافه متحمصه طبعا مع حنان سقسوليه بالسمنه, بعد كده بتاخد طبقه كريمه يا كريم وفوقيها شويه جلاش متحمص. هو بيتارجت بقى البنات اللي من السن بتاع اللي بيكتب الاسامي دي. ستات البيوت حنان سقسوليه بيقولها كتير قوي على فكره. دوب وحياتك يتقال فيها حكايات وروايات. هات لي بقى معلقه كده من الاعماق عشان احس بالمزه واللذه كلها. انا مش مرتاح. الواد ده اكيد ليه مكالمات ساخنه على اليوتيوب. صراحه هي عجبتني وقوي على عكس ما انا كنت متوقع لها, لان السكر فيها كان مظبوط. انا قلت مظبوط مين يالا؟ ده انت سكرك انت مش مظبوط. هتبقى اوفر فيها, لكن الكريمه ظابطه معادله السكر كلها. قلت بص انت عندك البيستاشيو بتودي في حته تانية, الكريمه دي بقى بتهندل الامور. بس يعني انت مثلا دلوقتي صاحبتك بتتخانق معاه كريمة على وشها هتلاقيها ظبطت وزنت الامور. هوبا انا عزم انا ثابت انا جامد انا هضبه من دماغي هش بره يلا بلا غلبه. ما
هو مش المفروض في كوبي رايتس وكده على الاغاني يا ابني؟ كوبي رايتس ايه ده؟ هم الماسونيه ده، هم اللي عاملين الاغنيه دي، هم اللي منتجينها، هم صاحب الاغنيه ده عيد وعندهم عايش بلبن بيعمل عظمه بره مصر والله، فرعنا في دبي اللي خلص الاقاليم والنجوع، ومصر دولي بقى بسبوز الخليجي بقى. ايوه عموره كبير بقى. بص ده هو بيكلمك بالعقل، بدايه الفيديو ماضي من زمان قوي معاهم مع بلبن. وعمرو راضي بيحاول يقنعك ان هو مش بيعمل ريفيو، هو بس عجبه الحاجه فبيقنعك. كلامك بالعقل هو اصلا. بص بدا البتاعه يا حمار يا بغل افهم جدا. فكر وعرف اخيرا ان الكشري ساعات بيجيب حموضه، الحل ايه؟ ان احنا ناكل بعدها رز بلبن يرطب. شايف المنطق دي جديده بقى؟ دي جديده بقى. انا دايما بحس ان الكشري بيجيب لي حموضه، ايه الحل؟ نعمل لك كشري وفي رز بلبن. رز بلبن ايه ده؟ طب معمل كشري اصلا جواه حاجات ترطب على طول. تعالوا لي انا عاجبني قوي ان هو واخد الموضوع في ده. على فكره واكل بيستاشيو ده راح في حته ثانيه. هنوريكم دلوقتي طريقه عمل الكشري بلبن. انا كنافه مكان الشعريه، الكنافه انتوا قلتوا الكنافه مكان المكرونه، تقول اي حاجه وتحط مكانها اي حاجه بقى. مش مشكله. كان الشعريه بيحطوا الكريمه دي مكان الصلصه بتاعه الكشري. احنا اسعد على اتفرج على الفقره دي كل مره، كل فيديو بنشوف نفس هو حاجة. سكريبت ماشي متوزع عليهم كلهم، وبيختموها بشويه جلاش مكسر كده خفيف قوي مكان ليا. بص الكميه بتاع خفيف قوي خفيف قوي. ايوه يا اسطى رياكشنات عمرو راضي مرعبه، رياكشناته شخص مغتصب اطفال. بص يا لا ياما. انا وبص لي البصه دي هو ليه اتوجع. انا اهم حاجه بالنسبه لي الحمد لله ان هو مش ده مش قلل البسبوز. كان شرحه ايه لو قالوا لك تاخد مليون جنيه وتاكل مطرح المعلقه دي؟ تاكل مطرحه بالمعلقه دي وتاخد مليون جنيه يا اسطى؟ والله بجد يعني مستحيل على حاجه زي كده. السوشيال ميديا كلها يا جدعان مقلوبه زي ما انتم شايفين كده عن الكشري، عشان اتلعب في اساسه وبقى حلو. لبن عامل اختراعات جديده كده. انتوا لاعبين في اساس كل حاجه. عمرو راضي ولا لاعب في اساسه؟ انا حاسس ان الكشري اتعرض للتحرش من عمرو راضي. عرفوا ان هم لعبوا في اساس الكشري في عمرو راضي. تعال نشوف ايه الضجه والترندات دي بتستاهل ولا لا. روح يا محمد. صلينا على النبي وخدت بعض انا والشباب ورحنا بحري فرع بلبن اللي هناك عشان نشوف ايه الحوار ده. لقيتهم بقى عاملين سايد كامل للكشري بس مبدلينه بحاجات غريبه، يعني الرز حطوا بداله مثلا رز بلبن، والمكرونه بدلوها بكنافه، وبعد كده بقى والله العظيم سمعتها من 11 واحد قبلك. سوليا بدل الصلصه بكريمه يا كريمه. كشري بس كشري حلو، يعني رز بلبن من تحت عليه كنافه. يا اسطى الراجل ده انا اول ما بشوفه بلمحه بحسه لسه حالا مترندر على ان بيكتشف الاكل اللي في العالم، يعني لو معاه فطير فطير كشري بلبن برضه هيقول بدل الشعريه. انا عامل كشري بس كشري حلو، يعني رز بلبن من تحت عليه كنافه عليه كريمه عليه التوبنج بقى اللي تحبه بقى. انا ليه حاسس ان في لحظه يقول ده اصلا بيعمل اكل مرعب، يعني بيحط كل حاجه عليها جبن وبشاميل. انتوا تعرفوش؟ لا. سندوتش كفته مشويه عالي قوي. موسيقى اللي محطوطه في الباك جراوند حاسس واحد قاعد بفانيلا وشعر صدره طالع بره وفي واحده بترقص قدامه. لحمه بقري فيها نسبه دسم محترمه. هو دي مش حاجه بسيطه، هو لسه هيضيف كميه دهون مهوله. ما هو قال فيها نسبه دسم محترمه. لا دي مش نسبه دسم، يعني هو هيحط جبنه بقى، هيحط حته دهنه قد كده مثلا مع الدسم المحترمه. لحمه ضاني مفرومه، المكون السحري بقى ليا مفرومه. يا نهار اسود ليا مفرومه. انت مستقل ليه بالدهون دي؟ صفيه تماما من المايه بتاعتها. شويه ملح بقى، شويه ملح ده ربع كيلو نزل. نبدا بقى نعجن كله مع بعض. اقفل الكاميرا وشغل الحته دي. نصبع بقى الكفته كده. ممكن تصبع لي الكفته؟ عيني على الكفته معانا. نجيب بقى شويه ميه بصل كده ونقرط بقى على صباع الكفته. انا ليه مش مرتاح؟ قيس يشرب من ميه البصل. نجيب بقى صينيه عليها شبكه زي دي كده ونرص بقى الكفته على الشبكه دي بقى. البصل شويه سماء كده حلو ونفركهم بقى كده في بعض. هم بقى كده نفركهم بقى فاهم في بعض ونصبع الكفته. العيش البلدي الحلوه دي طحينه بقى، شويه جرجير ونحط بقى طماطم ونحط بقى البصل. هو هنحط الكفته امتى؟ الكفته فين؟ مفيش مكان للكفته خلاص. دونس والسماء اللي عملناه ونحط بقى يا باشا الكفته بتاعتنا. شويه طحينه كده. هو بياكل كده ليه؟ هو لسه مصبعه بقى بنفسه. كشري بلبن، انا هفتح عربيه واسميها كشري بقشطه. صوره.
كل سنه وانت طيبه يا ساره. كلمه طبيعي بعد ما اقول فيها عمر برجو جنيه تعمل 10 علب من كشري ابو لبن. 200 جنيه تعمل 10 كشري. لا معلش ثاني انت حاسس ان هي مسميها ابو لبن. ابو لبن ايه ابو لبن ايه ابو لبن بتظبط نفسك كده. ما جربناش بلبن فتعالوا نجرب. هو نزل حاجات جديده كان بقاله فتره بينزل حاجات جديده بس ما كنتش متحمس ليها بس اتحمست الفكره كده جديده. واقول لكم برده على اكتر اوردر بحبه من بلبن وبقول لك ايه ادخل شوف. خلينا بقى نشوف لبن كمان عمل فول وطعميه بدل الكشري. فول طعميه فول ايه يعني. هقول لك بدل الطعميه عملها لك ايس كريم بدل ما يحطها في الزيت حطها في الشوكولاته وحط لك سمسم مكرمل. خلت الفول انا مش مسؤول انا هقفل ال بس انت فاهم ان هو بيديك فول بيستاشيو او بص الواد بص الواد يا اسطى الواد نفسه الواد اللي موقفك بره ساعتين انا مستني الاوردر بتاعي اللي بيعمل لي الاوردر. وادي الطعميه اهي بص طالعه لك من الفريزر حالا سخنه تلج جوه بيستاشيو. وبعدين ده بيحطها على قشطوزه على جبنه قريش. انا بحس ان القشطوزه سبب الجبنه القريش. ما تضحكش عليا ولكن بلبن منزل ايتم جديد اسمه قشطوزه. بس انا من هنا هنهي الفيديو طالما وصلنا للقشطيز بقى والبزابيز وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. وعشان نفهمكم ان الماسونيه مسؤوليه من هنا انا ما بقتش احب الفود ريفيورز وما بحبش المطاعم الغريبه اللي بتطلع تعمل ضجه. احنا بناكل رز بلبن وبنفطر فول وطعميه عادي جدا وبناكل كشري. يعني انا من رايي بلبن يهدى علينا الا لو انتوا هتبعتوا لنا نمضي معاكم من الماسونيه بتاعتكم. انا مضحي بالبنكرياس عندي عادي ممكن اكل الاكل ده. الراجل يعني برضو جاي فاهم اللي هو جاي ياكل فعلين. هو عامل كده عامل كده جاي ياكل. و السلام عليكم. بقول لك انا لازم اكل بسبوس.